كنشتغلوا بالنسبه لنا كنشتغلوا عادي، لي زومبيلونس خدامين عاديين، كنمشيو عند الناس وكناخذوا الاحتياطات ديالنا لنتعدى شي حاجه. بالنسبه في الاول قبل ما تكون الجائحه كنا كندخلوا عادي، كندخلوا عادي الناس، ومني ودابا بالنسبه لهاد الجائحه هذه كنديو الماتيريال ديالنا باش نعرفوا الحاله اللي خاصنا نديو في لومبيلونس. ما كان عندنا حتى شي خوف من الاصابه ديال كورونا، كنخدموا عادي بالنسبه للمواطن. لا الحمد لله لي زومبيلونسي كاملين، لي زانفيرمي كاملين اللي خدامين معانا، حتى شي كما طاحوا في هاد البلاصه هادي. عندنا اللباس ديالنا، لي كومبليزو ديالنا، عندنا لي بافيت، عندنا لي غون، عندنا لونتي سيبتيك، عندنا لي برودوي دي كونتاميناسيون بور لي ديزانفيكتون الماتيريال. لا ما كناش كنقلوا الحالات ديال كورونا، ولكن بالنسبه لينا احنا موجودين، راه الاشاره ديال الناس اللي كانوا بغاي مع الجائحه هذه نقلوهم. العمل ديالكم كاع ما تضرر؟ لا ما تضرر ما حتى شي حاجه، بقى غادي نفس الريتم. المؤسسه ركزت في العمل ديالها مع الجائحه هذه، وهو الحد من انتشار هذا الفيروس. هذا ملي نمشيو عند الانسان ناخذ الاحتياطات ديالنا. بالنسبه لنا احنا في الجائحه هذه خدامين غراشي مع الانسان، كيعيط لينا كنديو في اي اوبيتال اي مصحه غراشي. انا ملي كنسالي العمل ديالي، كندخل للسوسيتي، كنغسلو، كنبدلو الحوايج ديالنا، كنمشي عادي للدار، عاوتاني كندخل للدار عادي، كندخل كنغسل، ما كنسلم على حتى واحد، حتى كنغسل صافي وكندخل. الرساله ديالي للخوتي المغاربه كاملين، ياخذوا الاحتياطات ديالهم، يخليوا مسافه الامان، ما يكتضوش مع الانسان يكون بزاف بارك بزاف، ما يكتضوش. يديروا وسائل التعقيم في المنزل ديالهم ويهزوهم معاهم كاع في الجيب ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.